بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم على حالة تسمم في مزرعة أبقار حلاب هولشتاين بالسموم الفطرية. أرسل لي طبيب الرسالة وصور لتشريح الحالات، قال لي إن المزرعة فيها 100 بقرة، حصل نفوق لعدد من الأبقار خلال 3 أيام الماضية. الانتاج الحليب 30 كيلو، نوع البقر هولشتاين. قال لي ان هو محصن ضد الانتيروتوكسيميا والتسمم الدموي يعني والمعوي من 3 شهور، وكان شاكك من البي ام لما شاف ان في انزفة في الامعاء، شاكك ان هي دي انتيروتوكسيميا. لكن لما تكلمت معاه وعرفت ان هو حصل فيه تغيير في العلاقة السلاج من 10 أيام، فقلت له احتمال يكون في مشكلة في السلاج، لأن يكون في حصل عليها نمو فطريات، وإحنا عندنا السموم الفطرية دي نوع من السموم الطبيعية اللي بتفرزها الفطريات، وأخطرهم وأهمهم الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين، ممكن نتيجة لتخزين سيء للعلف ومع وجود رطوبة ممكن يبدأ يحصل خروج لهذه السموم على السلاج أو أي منتج زراعي يستخدم للعلف. المهم هو لما تتبع الموضوع وجد فعلا أن في سلاج جديد تم إضافته للمزرعة، ولكن وجد أن العمال استخدموا سلاج أيضا قديم موجود في المزرعة، خلطوا بيه السلاج الجديد، والسلاج القديم ده كان لونه أسود ورائحته كريهة وكده. فلما عمل توقف لهذا السلاج بفضل الله الحالات تحسنت وما عادش فيه نفوق. طبعا قلت له برضه لو عايز تتأكد بتبعت عينات للمعمل اللي يحللوا العلاقة وكده، لكن قال الحمد لله لما تخلصنا من السلاج القديم اللي هو اتخلط بالجديد ده توقفت الوفيات في المزرعة. زي ما احنا شايفين صورة البي ام متشابهة شوية مع تسمم مع الانتيروتوكسيميا اللي هي التسمم المعوي، ولكن طبعا لازم الطبيب دايما بيتابع الحالة ويشوف العلف ويشوف أي تغيير في العلف ممكن يكون هو سبب في هذه المشكلة زي ما وضح معنا في هذه الحالة. شكرا جزيلا.